مين اللي عمل السينما والدراما في المنطقة؟ إحنا. إحنا. مين اللي عمل سينما في المنطقة؟ مصر. مين اللي عمل دراما في المنطقة؟ مصر. مين اللي عمل هذه الصناعة؟ مصر. مين الأعلى؟ هنا بقى شو بقى؟ في حجم الإنتاج السينمائي والدرامي والبرامجي. مصر. مين الدولة اللي اسمها كده هوليوود الشرق؟ إحنا. وبالتالي انطلاق لمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى من مركز المنارة للمؤتمرات. دي الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم الدكتور يحيى الفخراني. بيتنافس على جوائز الدورة الأولى أكتر من 20 مسلسل تم عرضهم في شهر رمضان اللي فات. لجنة التحكيم في هذه المسابقة مسابقة مهرجان القاهرة للدراما هي نخبة من أفضل صناع الدراما في مصر برئاسة المخرجة القديرة الكبيرة الأستاذة إنعام محمد علي، بمشاركة السيناريست حاتم حافظ، الموسيقار الكبير الدكتور راجح داود، الفنان الكبير الصديق الرائع الجميل النجم الجدع المحترم أحمد السقا، محمد ممدوح تايسون الجميل صديقي الحبيب، مدير التصوير الأستاذ محسن أحمد الكبير قوي. يعني أنا عايز أكمل والله، بس أقول لك تعالوا نعرف أكتر من ناقدنا الفني البارز رامي المتولي. أهلا 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 بيك يا رامي. إزيك يا يوسف؟ عامل إيه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. يا رب تكون بخير دايما. يا رب نكون كلنا بخير يا رامي. الله يخليك. يا رب يخليك. مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، كلمني عنه وكلمني على لجنة التحكيم وأهمية هذا المهرجان، مش بس بالنسبة لنا، بالنسبة للإنتاج الدرامي العربي كمان بشكل عام. هو أنا شايف المهرجان مهم جدا، خاصة بعد إن مهرجان الإذاعة والتلفزيون اللي كان بيقام في الفترات السابقة ما بقاش موجود، ففي فراغ كبير جدا في تقييم الأعمال الدرامية، خاصة إن إحنا لينا الريادة في العدد وفي الـ في الـ في الجودة الفنية وفي النجوم، ففكرة إن يكون في مهرجان بيهتم بتقييم الأعمال ومنح جوائز دي حاجة مهمة جدا طبعاً. خاصة إن عدم وجود مهرجان رسمي للدراما عموما بيفتح مجال لاستفتاءات يمكن تكون مش دقيقة، يمكن تكون ليها علاقة بالبراندات والترند والتفاصيل كتير جدا كلها تجارية ما بتهتمش بالعملية الفنية. فكون ان يبقى في مهرجان محايد ده نقطة مهمة جدا لازم تكون موجودة، علشان كمان يقلل شوية من ضغط الاستفتاءات اللي بتتعمل عمال على بطال. حلو جدا. طيب ده كده على مستوى أهمية المهرجان. أنا متفق معاك جدا ولا أظن أن أحد يختلف أنه وجود أسماء مصرية على أي عمل درامي هو ختم الجودة، حتى أنه أصدقائنا وإخواتنا وأشقائنا العرب هم نفسهم بيفتخروا دائما بفنانينا ومخرجينا وكتابنا إلى آخره. لجنة التحكيم يعني انا لو هتكلم على لجنه التحكيم، يعني انا شايف انها لجنه متوازنه فيها نقاد، فيها فنانين، على راسها طبعا يعني واحد من اهم النجوم اللي موجودين حاليا وهو الفنان يحيى الفخراني. يعني الفكره ان احنا بنتعامل مع شخص واسم شخص هو بارع جدا، قدر يقدم سينما، مسرح، تلفزيون، اذاعه، فكل الفروع تقريبا هو له خبرة كبيرة جدا فيها، احتك مع نجوم كتير جدا. انت طبعا عارف ان يبقى في السن ده كله مع الخبرة مع الاعمال مع الاحتكاك مع مخرجين ومديرين تصوير وتفاصيل، ده بيعمل خبرة تراكمية رهيبة جدا. فكون ان هو يبقى رئيس اللجنة ده، احنا بننقل الخبرة دي، معناها ان التقييم هيبقى بناء على عناصر كتير جدا يمكن يكون في ناس بعيد عنها. يعني هو الافضل في المكان ده بحكم خبرته وبحكم احتكاكه بكل الفنانين الكبار من أجيال مختلفة،
فاعتقد ان الاهتمام هيبقى فيه اهتمام اكتر بالعناصر الفنيه، بتقييم العناصر الفنيه، مش بس الصوره النهائيه اللي بيطلعها المسلسل او العمل التلفزيوني. صحيح صحيح، دي نقطه اهميه وجود دكتور يحيى، حجم مذهل يعني مش هزار. اولا خليني اشكرك يا رامي جدا على المداخله، ولسه هيبقى لنا كلام كتير طوال مده المهرجان باذن الله، ولما تبدا بقى الجوائز وتعلن وما الى ذلك لينا كلام كتير يعني. اشكرك جدا ناقدنا الفني البارز رامي المتولي.